مرحبا بكل متابعين قناة كوك تي في على اليوتيوب، أهلا وسهلا فيكم. فيديو جديد وخبر جديد. بعد عمل وجهد دام أكثر من سنة، نور ستارز أطلقت مبارحة الفيديو كليب الأول لإلها لأغنيتها الأولى استنى شوي، اللي كانت عبارة عن أغنية راب حماسية، حيث ركزت نور بالفيديو كليب على دقة التصوير اللي كان 4K والألوان اللي شفناها بالديكور والملابس والإفكتس والرقص كمان، حيث كانت مجموعة من الراقصين بالفيديو كليب، حيث كلمات الأغنية كانت بعدد مختلف من اللهجات مثل السوري، العراقي واللبناني، ومدة الفيديو كليب كانت 2:32. شفنا من خلالها عدة مشاهد مختلفة، فعدد كبير من اليوتيوبرز أبدى رأيه بالفيديو كليب من خلال التعليقات، من بينهم محمود بيطار، إسوارة وأسرار عارف. وبما أنه سلمان من بين أصدقاء المقربين لنور، حبيت أسأله عن رأيه بالفيديو كليب، فأجاب بي: الأغنية حيل حلوة وفاقت توقعاتي الصراحة يوم دريت أن نور بتسوي أغنية. أما من حيث التفاعل، فأغنية نور حققت نجاح كتير كبير بعد مدة قصيرة من تنزيلها، فحققت أكثر من 2 مليون مشاهدة خلال أقل 24 ساعة من تنزيلها على اليوتيوب، وصعدت بالترند الأول بعدة دول من بينها الجزائر، العراق ومصر. فمن بعد ما نزلت نور ستارز الفيديو كليب، ركبت طائرة لميشيغان من بعد رحلة طويلة من مراكش للدار البيضاء بالمغرب، لباريس بفرنسا، بعدها لنيويورك بأمريكا خلال 24 ساعة فقط. فبعد ما أخذت راحة من هالرحلة، نشرت هالستوريهات لتشكر متابعينها على دعمهم وحبهم للعمل اللي تقدمه. ألف مبروك نور على الفيديو كليب، عقب نجاحات أكثر وأكبر. وهون نكون وصلنا لنهاية الفيديو، لا تنسوا تضغطوا على زر السبسكرايب لتوصلكم جميع أخبار اليوتيوبرز أول بأول، وزر اللايك لتشجيعنا على تنزيل الأكثر.